تراه يخرج وينسى عظمة الله جل وعلا، وهو يعلم أن الله جل وعلا يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون بالمعاصي ويستخفون بالكبائر، ولكن حينما يتذكرون عظمة الله تخر جباههم لله جل وعلا ذلة وتوبة وإنابة، كلهم يقول: رباه اغفر لي، رباه اغفر لي، رباه تب علي. حينما خرج ذاك الشاب عصى من؟ عصى الله. الله يا شباب، الله يا شباب، لطالما نسيناه، لطالما أعرضنا عنه، لطالما تكبرنا عليه. ينادينا منادي الله 5 مرات في اليوم والليلة، ننام ونصحو بل ونذهب ونسافر، كلها أحوال حرب على الله جل وعلا، حرب على الكريم، حرب على الرحيم. يخرج ذلك الشاب: يا شباب أرجوكم اسمعوني، أقسم بالله العظيم إني أحبكم، والله ثم والله. كم من شاب يأتي أحدهم لا يصلي ويرجو رحمة، وأحدهم بغى على أبويه، وأحدهم ما أمسك القرآن في حياته كلها، والآخر يقول: يا شيخ والله ما بقى معصية ما سويتها، عصيان، كبائر، فواحش، يا شيخ هل يغفر الله لي؟ أقسم بالله لو ضاقت الأرض عليك بما رحبت لن تجد إلا الله، وأقسم بالله لو ذهبت أينما ذهبت لن تجد إلا باب الله جل وعلا. ستغسل لوحدك، وستكفن لوحدك، وستدفن لوحدك، وستترك لوحدك. حبيبي، حفرتك تحفر وأنت لا تزال تعصي. قل لي بربك كيف تلقى الله؟ قل لي بربك ماذا قدمت لله؟ قل لي بربك لماذا دعوناك إلى هذا الملتقى خوفا عليك؟ أهل المخدرات ينادونك، أهل التفجير ينادونك، أهل الفساد ينادونك، أهل الكبائر ينادونك. يا حبيبي أجب رب الأرض والسماوات، يا غالي الله يناديك، الله جل وعلا جل وعلا يناديك. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.